بص يا جماعة، الحوت شكل مشكلته الشهر ده مادة فقط فقط فلوس. احنا عايزين فلوس. ايوه دي حقيقة دي حقيقة. بص بقى جميل، الحوت حالته عاملة ازاي دلوقتي بالنسبة للحيتان اللي كانوا الفترة السابقة بيمروا بمشاكل نفسية أو مشاكل صحية، تعبانين زعلانين في حالة خمول، مفيش حركة، الحوت بيصحصح ومفوق وفعلا حاسة بالطاقة دي، في صحوة كده تحسوني نشيطة كده، مفوق مصحصح عايز ينجز حاجات. كمان زي ما قلنا لو كان تعبان او بيعاني من حاجه فانا شايفه ان شاء الله ان هو بيتعافى تماما. الكارت ده كمان معناه حاجه، انه لو كان في حاجه في ذكريات الحوت، حاجات كانت بتألمه بتضايقه بتزعله، فهو زي ما تقولوا خلاص قفل الصفحه دي وما بقاش يفكر فيها ولا بقت بتألمه خلاص. يعني حاجه كانت مزعلاه قبل كده بتوجعه بكل ما يفتكرها يزعل، لا خلاص ما بقاش بيزعل. تمام؟ طيب ايه اللي نفسه فيه الحوت؟ فلوس. بس عايز فلوس، كانه الفتره دي مركز جدا ماديا ازاي ان هو يحسن او يخلي الحاله الماديه بتاعته على الاقل خلينا نقول مستقره، مش بنتكلم في ثراء يعني، بس على الاقل مستقره والدنيا ماشيه تمام. دي الحاجه اللي بيتمناها الحوت ونفسه فيها. ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الحوت؟ الهدف. الهدف ومش بس الهدف، بص هو عامل ازاي؟ ده بيسابق الريح. اتحرك. عايز تعمل فلوس او عايز تحسن او تخلي حالتك الماديه مستقره، اجري اسعى جامد ما توقفش، استغل طاقه الفوق اللي جات لك دي، اللي هو ايه ده، هو انا بعمل ايه، هو انا ما بعملش ليه، فيبتدي يعمل، فيبتدي يحط هدف، فبيسعى له بسرعه جدا. مش بس بسرعه جدا، مش لم ده الكارت ده هو الطريق مش ممهد على فكره، هو بيعافر مش سهل يعني، الطريق مش سهل. فاستعد انه لما تجيلك عكوسات او عقبات، مش لا خلاص مش لاعب، لا هتحدى الكارت ده، في تحدي انك انت هتتحدى الظروف او الحاجات اللي ممكن تقف في وشك. تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي بتعوق الحوت؟ برضو الماده، دي الحاجات اللي موقفاه، كانه عايز يعمل حاجات كتير بس الماده واقفه معاه، حاسس ان هو ماديا مش ماسك نفسه، انه الحاله الماديه مش احسن حاجه، كانه عايز يعمل مشروع، يمكن عايز يعمل حاجه او يعمل استثمار في حاجه معينه، والفلوس مقصره معاه. دي التحديات اللي عند برج الحوت. الحوت كمان يعني خلينا برضو نقول النصيحه بتاعت الكارت، هو كمان حاسس ان هو عايز زقه، عايز يعني زقه من ربنا، ربنا يديله دفع او يلهمه بحاجه، يعني كانه التحديات كمان اللي عنده انه نفسه في حاجه كده كمان تجيله من غير ما يبذل مجهود، هديه من ربنا. طيب مش بعيد، مفيش حاجه بعيده على ربنا. اول حاجه محتاج تدعي كتير جدا، وتاني حاجه محتاج تسعى بس، وسيب الموضوع بقى خلاص، طالما دعيت وطلبت من ربنا وسعيت، يعني المساله مساله وقت مش اكتر من كده. تمام؟ ايه النتائج المتوقعة تحصل عند برج الحوت؟ بصوا الكارت ده هو في معناه العادي خناقة، بس دي مش خناقة، أنا شايفاها منافسة شديدة عند برج الحوت. لو أنت كنت بره المنافسة الفترة اللي فاتت، سعيك أوكي واجتهادك الجامد ده والتحدي اللي أنت فيه هيوصلك لمرحلة منافسة. الناس بينافسوك، شوفوا بيعمل ايه، بصوا وصل ازاي، بصوا عالي ازاي مثلا، حاجه زي كده، فبيبقى في حاله منافسه وممكن يبقى في شويه احقاد. بس خلينا عارفين ان اللي بيحصل معاه كده ده شكل من اشكال النجاح على فكره، انت خلاص بتسمع والناس ابتدت تغير منك وتبتدي تغير من نجاحك. وكمان المتوقع فرصه مهمه جدا بتيجي لبرج الحوت، يا رب فرصة.
الحوت بيحط فيها كل امكانياته، وامكانياته كتير قوي قوي ما شاء الله. بصوا دول معاه الاربع عناصر بتاع التارو: الكوبايه، العصا، الدرهم والسيف. الذكاء، المشاعر، القوه، وكمان الماده. فهتجيلك فرصه باذن الله لو مشيت بالريتم ده كده، انك نصحى نفسنا نفوق انا فين، انا بعمل ايه، او انا ما بعملش ده ليه. تمام، نبتدي نسعى ونجتهد جامد جدا جدا، هتوصل للفرصه اللي انت عايزها، اللي تحقق بيها ان شاء الله نفسك وتوصل فيها نتيجه كويسه جدا جدا. طبعا الحاله الماديه يعني خلينا نقول احنا ممكن نتوقعها من عند الحوت، بس خلينا نشوف ممكن دي تكون الحاله تكون كويسه، بس الحوت نفسه مثلا في حاله احسن. تعالوا نشوف الحوت ماديا اخباره ايه وصحيا اخباره ايه. ماديا مش مستقر، اوكي مش مستقر، او خلينا نقول اللي جاي رايح، يعني اللي بيجي هو عارف رايح فين. نوضع خطه للصرف يا برج الحوت، نوضع خطه كويسه محكمه كده للصرف عشان الامور ما تفرطش مننا. صحيا كويس، وعندي شايفه كمان انه الصحه النفسيه عنده حلوه قوي. تمام، وفيها نوع شكل من اشكال البدايات الجديده، فلا فعلا فعلا في معافاه عند الحوت، وفي صحوه حلوه جدا جدا ما شاء الله. القرايه كويسه، استعد لفتره لو انت اجتهدت يا برج الحوت، فيها منافسه كويسه جدا جدا وتحديات. القراءه العاطفيه لبرج الحوت. اكيد دي مش صدفه، يعني اكيد دي مش صدفه. نو واي دي صدفة. اوكي. تمام. تمام. طيب، حال الحوت عامل ازاي دلوقتي؟ عاطفيا، مش في العموم، عاطفيا. حزين على العمر، حزين، ندمان، وحيد، في هنا طاقة يعني مش كويسة خالص. الحوت كأنه الأغلب شايفة إن هو ممكن يكون حاسس بوحدة، أو حاسس إن هو يعني خزل بشكل ما، حاسس إن هو اتخزل. تمام؟ فزي ما قلنا انتوا اللي هتختاروا وانتوا اللي عارفين حالتكم عامله ازاي. اما حاله خيبه امل، انا يعني اديت في العلاقه دي كتير وفي الاخر ما خدتش حاجه. عنده حاله وحده، شريكه مثلا مشغول عنه فحاسس بوحده، حاسس ان هو وحيد. بس طيب، شريك الحوت حالته عامله ازاي؟ والله هو يعني ما يفرقش عنك كتير، لا بس انت اكيد حالتك اسوأ. يعني لو كان الموضوع فيه، هنشوف دلوقتي، هتبان معانا القراءه اكتر. شريكك برضو شايف ان هو بذل مجهود كتير وادى كتير قوي في العلاقه، بس ما وصلش للنتيجه اللي هو عايزها. انت ما وصلش لحاجه، انت بالنسبه لك، بالنسبه للحوت، انا ما وصلش لحاجه خالص، انا لوحدي تماما. تمام، شريكك احسن منك شويه، انا بذلت مجهود جامد قوي بس ما وصلتش للنتيجه اللي انا عايزها او اللي انا كنت متوقعها. فاحنا متفقين على النقطه دي، الشريك الحوت والحوت متفقين على النقطه دي، احنا بندي كتير قوي في العلاقه دي بس ما بنوصلش لحاجه. ماشي، الحوت عايز ايه؟ لا الحوت عايز حب وعايز مشاعر. لو العلاقه دي لسه ما وصلتش لمرحله الارتباط الرسمي او الاستقرار يعني، فعايز انه شريكه يقدم له حب. لو هي بنت، ان هو يتقدم مثلا بشكل رسمي. لو هو ولد، ان البنت برضو تدي له شويه مشاعر، توري له انا عايزاك مثلا. فهو هنا الحوت عايز مشاعر، وانتوا عارفين الحوت عباره عن سبونج، يعني سفنجه كده بيتغذى على المشاعر.
اوكي شريك الحوت عايز ايه؟ هو عايز يعمل عملية اصلاح في العلاقة، او هو شايف ان العلاقة فيها شوية عيوب، هو بيفكر شكله بشكل عملي شوية، في حاجات لازم تتظبط، في حاجات لازم نبتدي نطورها شوية او ان احنا نصلحها، تمام؟ فهو عنده نية الاصلاح، الموضوع مش مخلصش، الموضوع مش خلصان لسه، يعني ما وصلتوش فيه نتائج تماما تماما. الحوت شايف شريكه ازاي؟ شايفه ان هو مش بيقيم الموقف صح، وشايفه ان هو، وليه بقول لكم كده، شايفين الشريط اللي على عينه ده، هو مش شايف، يعني شريك الحوت شايفه ان هو مش بيقيم الموقف صح، شايف ان هو بيخاف قوي زياده عن اللزوم، او ان هو ما بياخدش خطوه، ده واحد بصه متربط واقف في مكانه وما بيتحركش، كويس؟ فالحوت شايف شريكه ان هو يعني فيه شكل من اشكال السلبيه وشكل من اشكال الفزع الغير مبرر، انا خايف انا خايف انا خايف، يا ابني خايف من ايه؟ فنبتدي نقعد نتكلم مع بعض. الشريك الحوت شايفه ازاي؟ شايفه حد قريب جدا من قلبه، حد يعني عزيز عليه جدا، ويكاد يكون يعني كانه متربي معاه من كتر ما في ما بينهم موده، او شاف منه كل حب، ده شخص شاف من حد حب، دايما بيديله حب، بيديله مشاعر، فصوره كويسه جدا. فخليني اقول لك يا برج الحوت، يعني شكل العطاء العاطفي بتاعك واصل لشريكك كويس قوي، هو واخد جرعه كويسه جدا، خلاص يعني حاول ما تزودش عن كده، لان شريكك بيفكر بشكل عملي اكتر منك، تمام؟ هو بيتكلم في خطوات 1 2 3 عايزين نصلح كذا كذا كذا، وانت واخد الموضوع بشكل درامي شويه، انه لا ده ما بيديش حاجه خالص. خلينا حقانيين، الحوت بيأفور في حاجات كتيره جدا، والحاجه بتبقى مثلا 2% هو بيشوفها 70%، بيأفور قوي. فادي صوره واقعيه للموضوع وتصرف على اساسها، تمام؟ ما اختلفناش ان في مشكله، لكن مش بالسوء ده، هي مش بالسوء ده، تمام؟ الطاقه ما بين الحوت وشريكه عامله ازاي؟ انا شايفه ان هي فيها حاله حصاد، ده الكارت ده بيوحي بالحصاد، انه اللي انتوا شايفين ان انتوا ما حصدتوهوش من العلاقه، او التوقعات اللي انتوا كنتوا متوقعينها من العلاقه وشايفين ان هي جت اقل، تمام، او ما جتش خالص، فلا هي جت او هي جايه في الطريق، في حصاد. لا هتتاكد يا برج الحوت انت وشريكك انه لا، اللي انا الوقت اللي انا بذلته واديته للعلاقه دي ما راحش على الارض، لا ما راحش على الارض خالص، تمام؟ فنستهدى بالله ونستنى الحصاد جاي، مفيش مشكله. كل الحكايه ان ممكن يكون في يعني ممكن ده الكارت ده بيوحي ان عايز النتائج دلوقتي، عايز الحصاد دلوقتي حالا، لا هتحسه بس في وقته، يعني انه مثلا تحتاج لشريكك في حاجه، لا هتلاقيه واقف جنبك ومسانده كويس جدا. نفس الحكايه لشريك الحوت. بس النصيحه اللي هنصحها لك يا برج الحوت، نخف مشاعر وحب شويه، تمام؟ ايه الحاجه اللي بيمر بيها الحوت وشريكه الشهر ده؟ خبر حلو بيسمعه الحوت وشريكه، خبر كانوا مستنيينه، لعل وعسى يكون ده الحصاد اللي احنا بنتكلم عليه. الحاجه اللي مستنيها الحوت من شريكه هيحسها، والحاجه اللي مستنيها شريك الحوت من الحوت هيحسها وهيشوفها. واعتقد ان الحاجه اللي هو مستنيها منك شريكك يا برج الحوت هي التغيير في نقطه معينه، في حاجه الشريك كان بيلح عليك ان انت تبتدي تعدلها او تصلحها في نفسك، وانت بتبتدي بالفعل تقوم بالخطوه دي.